السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ مع قناتكم فن الرسم حاتم المصري. ان شاء الله بإذن الله هنرسم النهارده عين نموذجية بشكل جديد وشكل خطير، زي ما علمناكم وقلنا لكم قبل كده ان احنا كل يوم هنعمل رسمة احدث من التانية وبتقنية اعلى من الاولانية، ان شاء الله تعجبكم بإذن الله. ويلا بينا. اول حاجه في الشكل بتاعنا هناخد دايره كده، زي ما انتم شايفين كده دايره، وحددنا الاطراف بتاعتها، ونبدا ناخد خط خط راسي وخط عرضي بالافق يعني، عملنا هنا خط رأسي خط أفقي، ونبدأ نشتغل فيها ازاي نعمل ونعمل ايه، ازاي نشتغل عليها وازاي هنعمل ايه. احنا لما خدنا الخط ده عملنا هنا نقطة وهنا نقطة، النقطتين دول هنمشيهم بمثلثين خارج الدايرة فوق وتحت، بحيث ان هو يتلاقى مع دي ويتلاقى مع دي. كده. ونفس الناحية التانية باخد برضو بالخط كده، وخد خط كده. انا هنا عملت الشكل ده مربع، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة، اربع مثلثات جوه الدايرة. هعمل ايه هنا؟ اخد خطين، واحد من فوق واحد من تحت، كده والتاني كده. خدت انا الخطين دول كده، واحد من فوق واحد من تحت، واقيس المسافة الاقي الاتنين زي بعض كده، المسافة زي بعض بالظبط. طيب انا هعمل ايه؟ هشتغل عليهم ازاي؟ اخد نقطة، دي نقطة، واخد نقطة من هنا، واخد نقطة من هنا. خلصت انا النقطتين دول معايا لحد دلوقتي، احنا شغالين زي ما الكتاب بيقول. زي ما انتوا شايفين، احفظوا الشكل ده عشان احنا هنشتغل عليه شغل عالي قوي، شغل عالي قوي لدرجة ان انتوا هترسموا الرسمة دي وهتمشي معاكم جدا 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 بالطريقة اللي انا بقول لكم عليها دي جديدة. هي شكل البونبوناية كده، واحنا ظبطنا عليها كل حاجة، عملنا دايرة وعملنا مربع كده، المربع طلع زي ما انتوا شايفين كده، واخد يعني واخد تلامس مع الدايرة من اربع نقط. عملنا من الاربع نقط دول خدنا خطين فوق وخط تحت، خط رأسي وخط افقي، وخدنا من الخط الرأسي والخط الافقي نقطتين فوق وتحت عشان نشتغل على العين بالظبط هتطلع ازاي. في حاجة جديدة انا هعملها النهاردة، هوريكو ازاي اطلع عين في بورتريه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. حاجة جديدة هعملها لكم ويا رب تعجبكم، نشوف هنعمل ايه. نجيب البودر
بتاعنا ونرشه كده. كده يا جماعة، واخد منديل واخد دي كده بالراحة قوي، مش عاوز اسود اللوح او الشكل بتاع العين اللي انا هعمله. واجي اشيله بالمنديل بتاعي كده، اخرجه بره اللوحة بتاعتي، هجيب القلم بتاعي واخد الخطوط من هنا، اخد الدايرة الاول اللي في المنتصف، الدايرة اللي في النص لا احنا ناخد الاول دايرة النص كده منتصف الشكل. يبقى انا خدت نقطة هنا ونقطة هنا ونقطة هنا زي ما انتم شايفين، وهبعد هنا مسافة وهاخد نقطة وهاخد نقطة هنا، وراح واخد الدايرة بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. خدت الدايرة، اجيب القلم السنون بتاعي واجي اخد من هنا ربع الدايرة وانزل بيها لحد المكان ده اللي هو النقطة اللي انا عملتها هنا، وهنا باخد بيها برضو النقطة اللي انا عملتها هنا. وهنا بنزل من تحت العين سنة كده وروح طالع على النقطة بتاعتي، واجي اطلع فوق هنا اعمل الاول قناة دمعية كده واخد منها وانزل بيها تحت. معايا كده انا شغال جوه الدايره، واخد الخط التاني شايفين دي الدايره بتاعتي، بنزل بيها الخط اللي فوق العين اللي هي الكسره بتاعت العين، عملتها كده. واجي اخد من هنا السنه دي كده وراح نازل بيها لتحت خفيف كده واطلع بيها لفوق بنفس الشكل وبنفس المقاس اللي انا عملته من هنا باخده من هنا، يعني دي نقطة ودي نقطة كده اهي. كده انا عملت شكل العين الخارجي، هبدأ اشتغل الحاجب، بيبدأ من فوق من الخط التاني ده بتاعي واخد تلت الدايرة هنا، تلت الدايرة وانزل بيها على الدايرة دي، لا بنزل بيها على الخط بره. ومن هنا باخد نقطة هنا وباخد نقطة من هنا بنزل بيها كده. وبنزل من هنا على النقطة بتاعتي اللي تحت. كده يبقى أنا عملت البطانة اللي أنا المفروض بعملها بالقلم، لا عملتها كده. عملتها بإيه؟
ببرادة الرصاص اللي انا بعمل منها يعني ببري القلم واطلع منه البودرة بتاعته واخدها احتفظ بيها عشان اشتغل بيها، واجي بالاستيكة بتاعتي اروح شايل الحرف اللي انا عامله بره ده كده. عاوز اخد اي اضاءة بعمل ايه؟ اي نقطة اضاءة لما انا اجي اشتغل على دي اللي انا عملتها دي كده اللي انا بطنتها بالرصاص عشان اعمل نقطة، اي نقطة اضاءة بعملها بالاستيكة على طول بتبقى بيضة بيضة، نقطة بيضة جدا. يعني انا ما بشيلش رصاص، ما بمسحش رصاص اللي انا عامله، لا انا بشيل بدي نقطة كده. لو انا عملت دي كده كده انا عملت نقطة اهو. واجي هنا اعمل نقطة، واجي اخد كده نقطة. طيب اجيب قلم اللي هو 6B، اخد الدايرة اللي في منتصف العين بتاعتي وتقل عليها قوي، واجي اخد الكيرف اللي بره واجي اخد اطلع خطوط بسيطة كده منه واسيب نقطة الإضاءة بتاعتي اللي أنا مسحتها أهو، أتقل ده خالص كده زي ما انتوا شايفين، واخد الخط اللي فوق العين هتقله برضه طبعا. انا مش محتاج ان انا اخد تظليل في العين، مش محتاج، انا اعمل اللي انا عاوزه بقى وابيض اللي انا عاوزه، انا مش محتاج هنا ان انا اخد تظليل في العين جوه، لا انا كده كده اساسا واخد التظليل كله خارجي. اخد هنا خط بتاعي اللي فوق العين بالشكل ده كده، تقلته اهو، ادي بالودانة بتاعتي اخد التظليل ده كده فوق واللي تحت ده، واجي اخد التظليل جوه الدايره بتاعت النني وتقل تاني الدايره اللي جوه طيب. انا عاوز اخد نقط اضاءة في العين عشان تبان انها عين قريبة من الحقيقة، باخد الاستيكة بتاعتي رفيعة واخد خطوط في العين نفسها كده
كده. معايا كده؟ بس كده انا عملت العين بتاعتي. اجي هنا اعمل ايه؟ اخد تظليل فوق تاني. بقى انا عملت التظليل بتاعي الاولاني، وجيت كل ما اعمل تظليل يبقى انا كده بتقل التظليل بتاعي عشان يبان الشكل بتاعي بالظبط كده. هنا بظلل الجزئية اللي تحت، بتقلها شوية. وطبعا هنا انا سايب، باخد بمشي بالراحة كده، اخد الخط اللي تحت النين بتاع العين بالراحة كده، واقفل الدايرة بتاعتي وانزل هنا. وتقل كده شوية هنا، واخد كده ومن هنا واخد خط كده وخط كده. طيب انا رسمت كده، اجي قلم برضو بتاعي ادوس على الخط بتاعي اللي تحت ده شوية، بس شوية ايه بسيطة، وانزل منه هو اتقل الجزئية دي اللي هي بقية الدايرة بتاعتي. معايا كده؟ اجي اخد الحاجب، بس بعد ما ابدأ امسح الجزئية دي انا كده بدي نقط الاضاءة بتاعتي من ايه بقى؟ من الشكل اللي انا كنت عامله الاول، واجي اخد كده بالراحة خفيف خفيف عشان اظهر الشكل بتاعي بالراحة كده، بتقلش ايدي على الدايرة بتاعتي. اجي للحاجب، انا كبرت الحاجب عشان اشتغل لكم عليه حرفية شوية. اجي هنا بدل ما استعمل قلم ابيض، لا انا اخد الاستيكة بتاعتي وامسح بياض العين اللي انا عاوز يتمسح. كده واجي عشان اشتغلت بالاستيكه شويه، روح داخل راسم وشادد على النين بتاعي. كده اجي على الحاجب بتاعي، حاجب بقى اعمل فيه ايه؟ اجي هنا اخد ثلاث شرط واقفين كده على حسب ما انا عاوز، واخد كده في اتجاه من تحت لفوق من تحت لفوق من هنا كده، واجي من فوق لتحت كده.
وامسح الزيادة بتاعت السبعة اللي انا عملتها بتاعت الحاجب. كده معايا؟ اخد ارسم هنا الارضية بتاعت الحاجب بالراحة، خفيف خفيف كده كده، واجي بالقلم تاني اروح واخد شادد على الخطوط بتاعتي بسن رفيع. كده وابدا ان انا امسح الجزئيه دي كده 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 امسح كل التفاصيل اللي جنبي كده عشان اظهر الرسمة بتاعتي. خلاص كده يا جماعة اهو، امسح بقى كل ده. بعد كده اجيب منديل نظيف كده واشيل كل اللي جنب العين كده عشان اشتغل على الرموش. طيب الرموش هتتعمل ازاي؟ بالشكل اللي هوريه لكم ده. انا بشتغل من هنا من النص العين رمش طويل ورمش قصير، رمش قصير رمش طويل رمش قصير رمش طويل، باخدها بدوران وكيرف لفوق كده معايا، وباخد هنا العكس بقى كده. يعني انا هنا برسمها كده الدوران ده كده الصح، دي علامة الصح، دي الناحية التانية بعملها علامة الصح كده مش كده زي ما انتوا شايفين كده، دي كده ودي كده معايا، ده الرمش نفسه. وباجي اخد قصير طويل كده، خدت دي كده يروح جاي واخد خطوط عكسية على حسب الخطوط اللي طالعة في الرسمة بتاعتي. انا ما بلعبش على الرسمة، باجي بسن القلم بسيط كده واخد خطوط صغيرة جدا ورفيعة قوي بين الخطوط اللي انا رسمتها التقيلة دي. اجي اللي تحت، اللي تحت باجي هنا واعمل عكس اللي انا عامله فوق كده، لا كده بدل كده، لا كده عشان بتاخد الدوران بتاعي. حاجات بسيطة كده ما بتكملش لحد الاخر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده.
كده. بنفس الشكل اللي انا عامله ده كده، وزي ما انتم شايفين العين عامله ازاي، باجي احدد العين بتاعتي بقى بالظبط عشان اقفل الدايره بتاعتي. عشان زي ما احنا اتفقنا قبل كده العين بتترسم تلت وتلتين، تلت وتلتين. كده تلت وتلتين، يعني انا لما اجي ارسم العين باخد دي كده، اخد التلت ده والتلت ده، وبعد كده ارسم الدايرة معايا اهو. لما ارسم العين كده راح واخد تلت والتلت، وراح واخد الدايرة بتاعتي عشان نبقى هنا زي هنا. وبنفس الشكل ده كده نمسح برضو الامثال اللي احنا عملناها عشان العين بتاعتي تطلع مظبوطة. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم حاتم المصري لقناة فن الرسم حاتم المصري، ويا ريت اللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله.